مع اقتراب انعقاد الاجتماع الذي يجمع رئيسي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، أسئلة عن نجاح تلك المفاوضات في هذا التوقيت. السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدين لهذه الحلقة من برنامج الأسئلة الخمسة. نتحدث فيها عن لقاء المغرب المرتقب بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة. تتواتر المعلومات عن انعقاد اجتماع يجمع كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. وفق هذه المعلومات فإن الاجتماع سيكون مباشرا ودون رعاية أممية، وهو ما يؤكد إعلان المشري الأيام الماضية أنهم ماضون في كسر الجمود السياسي مع مجلس النواب. وسيكون اللقاء المزمع مكانه في المملكة المغربية بعيدا عن الصحافة ووسائل الإعلام، غير أن تصريحات النواب تقول بأن النقاش سيدور حول ملف المجلس الرئاسي وتوقيع مجلس النواب على اتفاق صخيرات واستكمال التعديل الدستوري. ويأتي هذا التقارب في وقت يعاني فيه معسكر الكرامة من شبه انهيار بعد غياب خليفة حفتر وتشكل ملامح صراع حول من يخلفه في المنصب، بالإضافة إلى كونه المعرقل الأكبر لمجلس النواب المكبل عسكريا كما يقول الكثير من النواب. نسأل وفق هذه المعطيات في الأسئلة الخمسة اليوم عن مستقبل اتفاق صخيرات إذا ما وصل الجسمين لتسوية سياسية، أم أن الأمر مستبعد فعلا؟ مع استمرار الأزمة السياسية والانقسام بين الأجسام المبثقة عن اتفاق صخيرات، برزت معلومات عن عقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة اجتماعا موحدا في المغرب لبحث إدخال تعديلات على اتفاق صخيرات بما يضمن انضمام مجلس النواب للاتفاق، وهي قضية طال أمدها وتكاد تتجاوز عامها الثالث دون أي تقدم ملحوظ منذ توقيعه في صخيرات. وعندما اختار مجلس الدولة خالد المشري رئيسا بدلا عن السويحلي، أكد أن استراتيجيتهم ستعمل على كسر الجمود بين مجلس النواب من خلال الجلوس المباشر أو الليبي الليبي كما اصطلح عليه، وهي خطوة يشكك كثيرون في نجاحها بسبب تعمق الخلاف بين الفرقاء الليبيين، خصوصا مع فشل كثير من الاجتماعات التي أشرفت عليها بعثة الأمم المتحدة. ولكن مؤيدي تلك الخطوة يراهنون على موقف مجلس النواب المنتظر بعد غياب حفتر عن المشهد والذي كان يفرض قراره على أعضاء المجلس، فهل ستنجح هذه المبادرة؟ أهلا بكم مشاهدينا. طبعا في 12 من أبريل أعلن رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري دعا إلى لقاء مباشر مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لإنهاء الانقسام وإجراء جلسة حوارية لوضع بعض التعديلات على الاتفاق السياسي. كان ذلك في كلمة للمشري في يوم 12 أبريل 2018. أكد المشري في كلمة له حرص المجلس الأعلى على تقديم التنازلات التي تفضي لإنهاء الانقسام السياسي وتحقيق العدالة في التداول السلمي للسلطة. جاء ذلك في جاء رد مجلس النواب في نفس اليوم، حيث أشار المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بلاحق إلى الترحيب بتلك الدعوة وفقا لما أقره مجلس النواب تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين وتضمين اتفاق سياسي بالإعلان الدستوري. كرر ذلك هذه الدعوة رئيس المجلس الأعلى للدولة في لقائه مع السفيرة الفرنسية خلال الأيام الماضية، ورحب بالسفيرة الفرنسية ومشيدا بدور المحور لدولة فرنسا في المشهد السياسي الليبي، مؤكدا هذا خالد المشري على أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على كسر الجمود في الاتفاق السياسي بالتعامل مباشر مع مجلس النواب من خلال اللقاء بصفة رسمية مع رئيسه السيد عقيلة صالح لمناقشة تقليص المجلس الرئاسي والمادة 15 المتعلقة مناصب السيادية والاستفتاء على الدستور. نسأل اليوم في الأسئلة الخمسة، هل ستنجح هذه المفاوضات رغم تكرارها ووجود نفس البنود وفق لجان مختلفة سواء من مجلس أعلى الدولة أو من مجلس النواب، لأنهم يعني اجتمعوا في اجتماعات كثيرة وكان لهم جلسات متعددة ولكن لم ينجحوا في الوصول إلى اتفاق فيما بينهم. فبالتالي نسأل اليوم
ما هو الجديد في هذه الجلسة وهل سنتوقع أن يكون فيها تغيير؟ أرحب بضيوفي معي عبر الأقمال الصناعية من طرابلس عبد القادر حويلي عضو المجلس الأعلى للدولة، ومعي عبر الأقمال الصناعية أيضا من مصراتة السيد مروان درقاش المحلل السياسي، ومعي عبر الهاتف أيضا الناشط السياسي سيد مصطفى المهرك. أبدأ بالسيد عبد القادر حويلي، أهلا وسهلا بك. للأسئلة الخمسة، كيف تنظرون إلى هذا الاجتماع المرتقب ما بين عقيلة صالح وخالد المشري، وهل تتوقعون أن يكون لديه نتائج مختلفة عن ما سبقه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بمشاهدي قناة النبأ. طبعا معلومة للشعب الليبي، الحقيقة هذا اللقاء كان من المفترض أن يتم من قبل مدة على هامش اجتماعات اتحاد البرلمانات العربي. قدمت دعوة إلى المجلس الأعلى للدولة لحضور هذا الاجتماع رسميا كغرفة ثانية، وللأسف تم إلغاء هذه الدعوة وإلغاء الاجتماع بالكامل لكي يتم التنصل من هذه الدعوة، ولكن تدخلت الحكومة المغربية مشكورة شعبا وملكا وحكومة ففي إنقاذ هذا الموقف، وقدمت دعوة رسمية للسيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس المجلس الأعلى لحضور الاجتماع لتقريب وجهات النظر، وأي اجتماع يقرب وجهات النظر نحن نرحب به ونحن ندعمه. الحقيقة أنا لست متفائلا كثيرا ولا متشائما كثيرا، ولكن أفضل هو هذه المرة أفضل من سابقاتها للظروف المحيطة سواء الإقليمية أو المحلية. ربما ستكون هناك نتائج إيجابية من هذا الاجتماع نتيجة للتغيرات المحيطة والتغيرات التي حدثت في الجانب الإقليمي، التغير الذي حدث في المملكة العربية السعودية، التغير الذي حدث في المنطقة الشرقية، التغير الذي حدث في مجلس أعلى الدولة. ربما هذا يساهم في خروج بعض الأشياء أفضل من سابقاتها. أتوجه سخيفة من تركيبة وفد مجلس النواب حتى هذه اللحظة، رأينا أن الوفد ربما يشارك فيه السيد عقيلة صالح وعضو واحد فقط من مجلس النواب، ربما هذا يقلل من فرص النجاح، ولكن مع ذلك نحن ندعم أي لقاء يقرب وجهات النظر في أقرب فرصة ممكن إن شاء الله. نعم. طيب ما الفرق بين هذا الاجتماع وما سبقه؟ يعني أنت تعرف سيد عبد القادر حويلي أن هناك اجتماعات حدثت في تونس وتكررت هناك أكثر من 3 اجتماعات أو 4 اجتماعات جمعت مجلس النواب ومجلس الدولة لكن لا نتيجة، لا اتفاق. مجلس رئاسي هناك عليه خلاف، تضمين الاتفاق في الإعلان الدستوري، المناصب السيادية، ما الذي يجعل من هذا الاتفاق ربما بوابة للنجاح؟ هو الحقيقة لا يوجد اختلاف لو أن تشكيلة وفد مجلس النواب كانت بأكثر حجم وأكثر عدد من الأعضاء ربما يكون هناك اختلاف، لأن الاجتماعات السابقة رأينا اجتماع مالطا كان عقيلة صالح لوحده، اجتماع إيطاليا كان عقيلة صالح لوحده أيضا. يعني ربما هذه السلبية فقط، النقطة السلبية في هذا الاجتماع، ولكن ما يعزز ظروف أن نصل إلى نتائج التغيرات الإقليمية والتغيرات المحلية التي حدثت في ليبيا هي التي تعزز أن يكون هناك نتائج أفضل. يعني سيكون هناك يعني شرح بالنسبة لأعضاء مجلس أعلى الدولة، طلبنا منهم رسميا أن يشرحوا الموقف لكي يصل إلى أسماع أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب جلهم موجودين في طرابلس، يمكن الاستفادة بأن نقنع الموجودين في طرابلس أيضا ونقنع السيد عقيلة صالح بنفس الأفكار. هم موافقون مبدئيا على تعديل تشكيلة المجلس الرئاسي، وموافقون على رئيس ونائبين، موافقون على رئيس وزراء خارج من مجلس رئاسي. إذن ننطلق من هذا المنطلق، ربما هذا سيساهم ويحلل المشكلة بأسرع وقت ممكن. نعم نعم. طيب أذهب لسيد مروان درقاش الآن. سيد مروان، ما رأيك في هذا الاجتماع المرتقب، وهل تتوقع أن تكون هناك نتائج إيجابية أو مختلفة عن سابقته؟ في الحقيقة لا يمكننا قراءة هذا الخبر إلا بالعودة إلى صورة المشهد بالكامل. يعتقد أعضاء مجلس الدولة بأنه
بعد موت حفتر واختفائه من المشهد، ربما ستصبح الأمور أسهل وأكثر إيجابية مع مجلس النواب لتنفيذ الاتفاق السياسي المشلول منذ أكثر من عامين. ولكن هذا التفاؤل أعتقد بأنه في غير محله، لأن الإرادة الدولية وخاصة من الدول الإقليمية لازالت تريد إقصاء بعض الأطراف من الاتفاق السياسي قبل المضي في تحقيقه. دعنا نقرأ بعض المؤشرات الموجودة في هذا الخبر والتي يمكن أن نستخلص منها بعض الملامح لما يمكن أن يسفر عنه هذا الاجتماع. أولا، صدر قرار من مجلس النواب، قرار إفاد في مهمة. قرأت هذا القرار الموجود فيه الأشخاص الذين سوف يسافرون إلى المغرب. لم يأتي هذا القرار على ذكر اجتماع بمجلس الأعلى للدولة نهائيا، وإنما ذكر أن هذه المهمة تلبية لدعوة رئيس المجلس النواب المغربي للتباحث حول بعض القضايا، ولم يذكر أن هناك اجتماع سواء مع رئيس مجلس الأعلى للدولة أو مع أعضاء مجلس النواب. أيضا هناك خبر ظهر على قناة النبأ، تصريح لعبد السلام نصية رئيس لجنة الحوار في المجلس النواب، تحدث أيضا عن لقاء مع النواب المقاطعين وبعض أعضاء مجلس الدولة، لم يتحدث عن لقاء بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعلى للدولة. هذا الأمر يعني يجعلنا نشك في أن هذا الاجتماع فعلا سوف يؤدي إلى نتيجة، لأن مجلس النواب لا زال لا يعترف بهذا المجلس. مجلس الدولة غير معترف به من مجلس النواب، وأيضا رئيس مجلس الأعلى للدولة غير معترف به من مجلس النواب. نحن نذكر جيدا كيف تحدث عقيلة صالح عن لقائه بعبد الرحمن السويحلي عندما كان رئيسا لمجلس الأعلى للدولة، تحدث وقال إني التقيت بعبد الرحمن السويحلي كمواطن ليبي وليس كرئيس مجلس أعلى للدولة. لذلك فأعتقد أن التفاؤل كثيرا الذي يحمله السيد عبد القادر الحويري عن 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 هذا الاجتماع ربما يكون مبالغ فيه، خاصة أن هذا الاجتماع يأتي بعد زيارة عقيلة صالح للإمارات، والتي نظن أنها ليست فقط للتباحث حول من يخلف خليفة حفتر في منصب القائد العام، ولكن أيضا للحديث عن لهذا اللقاء أو الاجتماع الذي سيجمع عقيلة صالح بخالد المشري. ولابد أن هناك الكثير من الإملاءات والأوامر التي صدرت لعقيلة صالح في هذا اللقاء بين الإماراتيين وبين عقيلة صالح. وأعتقد بأن مجرد ذهاب عقيلة صالح إلى الإمارات في قبل 3 أو 4 أيام من لقائه بخالد المشري يعطي انطباعات سيئة عما يمكن أن ينتج عنه هذا الاجتماع. طيب، على كل حال أنا أعتقد بأن المشهد الدولي والإقليمي لم يتغير كثيرا كما قال عبد القادر الحويلي. اختفاء حفتر لازال مشروع الكرامة على هذه النقطة سيد مروان، الدول التي تدعم هذا المشروع وصاحبة هذا المشروع في الحقيقة سنأتي على هذه التفاصيل. أذهب الآن إلى السيد مصطفى مهرك. سيد مصطفى، ما رأيك بداية في هذا الاجتماع المرتقب، وهل تتوقع أن يكون لديه نتائج مختلفة عن بقية الجلسات الأخرى التي عقدت من بين مجلس الدولة ومجلس النواب؟ أرحب بك أخي صفوان وبضيفك الكرام وبمشاهدي قناة النبأ. أهلا بك. صراحة يعني قبل أن أصف هذا المشهد الذي نراه اليوم، أستطيع أن أقول لماذا لا نتذكر الماضي القريب. يعني هذه الأجسام ما هي أو ما الذي قامت به؟ نحن نعلم جيدا يعني أن البرلمان هو الغطاء السياسي لأكبر عملية إرهابية حدثت في تاريخ ليبيا المعاصر، وكذلك يعني على الأرض الآن للأسف الشديد مجلس الدولة كان لهم مشاركة كبيرة جدا في إنهاء أو إقصاء المقاومة التي منحت الكروت الكثيرة لمعسكر الكرامة الانقلابي. هذه الأجسام يعني للأسف الشديد لم تقدم شيء للمواطن سوى المشاكل. فلذلك يعني عندما نأمل في لقاء عقيلة صالح بأنه سوف يقوم بشيء في صالح الوطن، فهذا يعني أمر غريب جدا. الرجل وبرلمانه أثبت مرارا وتكرارا
بأنه لا يمثل السيادة الليبية، لا يمثل المطالب الليبية، بل هو يمثل إرادة خارجية. وكما ذكر يعني قبلي ضيفك الكريم الأخ مروان عندما قال عندما تحدث عن الزيارة التي ذهب لها مسرعا عقيلة صالح حتى يتباحث ما الذي يجري وما الذي سوف يعني نفعله بسبب غياب حفتر. أنا لا أرى أن هذه الاجتماعات إلا هي مضيعة لمزيد من الوقت، وللأسف الشديد يعني المواطن لم يجد حلا حتى عندما تمكن الاتفاق السياسي من الدخول إلى طرابلس وأصبحت المؤسسات تحت يديه وأصبحت لديه شرعية دولية. لم نرى تأثير مجلس الدولة على هذا المجلس عندما اتخذ مجلس الرئاسي كثير من القرارات وكثير من الإجراءات لممارسة الضغط على طرف معين وتقوي الطرف آخر، فهذا مخالف للاتفاق السياسي الذين هم دائما يقولون بأنهم تابعين له، إذ لم يتمكن يعني الدولة من تفعيل الاتفاق السياسي أو فرض الاتفاق السياسي على مجلس رئاسي موجود معه في طرابلس دائما ما يجلس معه ويتباحث معه. فكيف لنا يعني أن ننتظر أن يحدث شيء مفيد للوطن عندما يكون هذا اللقاء مع المشرف السياسي على العملية الإرهابية الإجرامية المسمى الكرامة؟ لا أعتقد أن هذه الأطراف الموجودة في الشرق تبحث عن حقيقة عن الاستقرار، بل هي تنفذ إرادة خارجية، وهذا ما رأيناه وثبت لكافة الليبيين. طيب، بأن البرلمان الليبي لا يمثل إلا أطراف خارجية. طيب، أذهب إلى سيد عبد القادر حويل الآن مجددا. سيد عبد القادر، يقول سيد مصطفى المهر كيف يمكن أن تثقوا في عقيلة صالح ومن قاد عملية إرهابية كما يقول، والسيد مروان درقاش يقول بأن ليس هناك تغير في أداء مجلس النواب أو في صفات مجلس النواب لكي يتم الجلوس معهم والحوار معهم، هو غير متفائل بذلك، ما رأيك في هذا الكلام؟ هو أي خصم ليك لما ديره صاحب وترجع صاحب هذا نجاح، وهذا يعتبر نجاح الحقيقة. بالنسبة للمجلس الأعلى للدولة حتى هذه اللحظة بالسنتين الماضيتين التي دخل فيها المجلس الرئاسي إلى طرابلس لم يكن لا يستطيع أن يقدم شيء، لأنه مرتبط هذا الاتفاق السياسي لا يستطيع أن يعمل شيء مجلس الأعلى للدولة بدون مجلس النواب. كل الأعمال على حسب نصوص الاتفاق السياسي مرتبطة مع بعضها، مشتركة مع بعضها، مجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب. لكي يؤثر مجلس النواب ويؤثر مجلس الأعلى يجب أن يتفق. حتى هذه اللحظة مجلس النواب لم يدخل في الاتفاق السياسي بالصورة الفعلية ويقول أنه لم يضمنه في الإعلان الدستوري. نحن نسعى في هذا اللقاء أن يتم تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، أن بحيث أن تبدأ هذه المؤسسات فعلا تشتغل بصورة صحيحة على حسب ما هو متفق عليه في الاتفاق السياسي. هذا الاتفاق السياسي أصبح مجبرين عليه لأنه اعتمده المجتمع الدولي، قرار مجلس الأمن 2259 أصبح ملزم على وليبيا تحت البند السابع. فنحن دخلنا في هذا الاتفاق السياسي مرغمين عليه، ليس حابين ولكن هذا هو الموجود، هذه الأسامي الموجودة هي التي بيدها الحل وبيدها المشكل، فيجب أن نحاول أن نحلحل. الثقة صحيح الثقة معدومة بين مجلس النواب ومجلس الدولة وبين رئاستي المجلسين، فنسعى إلى تعزيز الثقة. هذه اللقاءات هي التي ستساعد على مزيد من تعزيز الثقة لكي نصل إلى حل في أسرع وقت ممكن. نعم. طيب سيد عبد القادر، أيضا أثار نقطة سيد مروان درقاش يقول بأن عقيلة صالح يتعمد دائما أن يقول بأنه سيلتقي مواطنين ليبيين ولا يقول أنه يعترف بمجلس أعلى للدولة، ما رأيكم في هذا الكلام؟ هل تعتقدون بأن الآن هذا الأمر تغير في خطاب مجلس النواب؟ وأيضا أنت ذكرت بأنكم لديكم معلومة سابقة عن هذا الاجتماع منذ فترة، إذا لديكم استراتيجية في الدخول في المفاوضات، ما الذي تطلبونه من مجلس النواب وما الذي ستتنازلون عنه وما الذي لن تتنازلوا عنه؟ نعم، هو الحقيقة هذه مشكلة مجلس النواب. الحقيقة نحن نعلم أنهم حاولوا
أن يقللوا من شأن هذه الدعوة وهذه الزيارة. ورفض رئيس المجلس الأعلى للدولة أن يذهب إلى المغرب إلا بدعوة رسمية وزيارة رسمية، لا يكون على هامش زيارة السيد عقيلة صالح أنه يلتقي ببعض بمجلس الأعلى للدولة أو بعض النواب المقاطعين. لا، قدمت دعوة رسمية من وزارة الخارجية المغربية للمجلس الأعلى للدولة لزيارة نفس الشأن هي ومجلس النواب. فالحقيقة نحن سنسعى في هذا اللقاء أن نكون من أجل الوطن، يجب أن نتنازل من أجل الوطن، وليس بأس أنهم نصل إلى حل بأسرع وقت ممكن، سواء تفعيل هذا الاتفاق السياسي أو فرض إرادة، بما أن الشعب الليبي والنخب الليبية لم تتحرك بعد ولم لا تريد أن تتحرك. الشعب الليبي دائما مسالم ولا يريد أن يتحرك، فمضطرين ومجبرين إلى تقبل هذا الاتفاق السياسي بعيوبه وبمثالبه من أجل أن نصل به إلى بر الأمان. ربما نصل إلى اتفاق بيننا وبينهم في عملية استفتاء على الدستور أو تفعيل دستور 51 معدل 63، الآلية التي سنصل بها. الاجتماع هذا ربما جل النقاش فيه سينحصر على تشكيلة المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء فقط. نعم. طيب أذهب، لم يعني استراتيجيتكم سيد عبد القادر، هناك من استمع لكلمة خالد مشري يقول بأنه مجلس دولة مستعد لتقديم تنازلات. ما مفهوم التنازلات لدى مجلس أعلى الدولة، أم أنكم لا تتفقون على هذا الكلام؟ سيد عبد القادر، سيد عبد القادر هل تسمعني؟ لم أسمع السؤال. سيد خالد المشري قال بأنهم مستعدون لتقديم التنازلات. عندما نسمع كلمة تنازلات، ما هذه التنازلات؟ يعني ما الذي يمكن أن يتنازل عنه أكثر مجلس الأعلى للدولة؟ هل وضعتم خطوط حمراء لهذه التنازلات؟ طبعا هو التنازلات حتى هذه اللحظة اللي هي آلية اتخاذ القرار، آلية تشكيل المجلس الرئاسي، نحن وضعنا خارطة الطريق وقدمت إلى البعثة الأممية كيف التشكيل التي يراها مجلس الأعلى للدولة، مهام المجلس الرئاسي، آلية اتخاذ القرار في المجلس الرئاسي. يعني هذه الأشياء طبعا منطقية علمية تمت بحث بها، يعني رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي قدمها رسميا إلى البعثة الأممية. لا توجد تنازلات أخرى يستطيع أن يقدمها المجلس الأعلى للدولة، كل شيء تم تقديمه. طيب. يجب أن ننطلق فقط في عملية الحوار مباشرة مع المجلس النواب، وممكن أن نستعين بالنخب والشارع في عملية ضغط في الفترة القادمة فقط. هذا ما ممكن يستطيع. طيب. أن يقدمه المجلس على الدولة. طيب. يعني لا يوجد شيء آخر يتنازل عليه المجلس الأعلى للدولة أكثر مما تنازل، يعني حتى الرقابة، يعني عملية تشكيل الحكومة لن نتدخل فيها. عندما يشكل مجلس رئاسي يشكل حكومتي، الشرط الوحيد أن الحكومة التي ستقدم أن تعطى لها الثقة وتباشر عملها، لا نريد أن نتدخل في رقابتها، لا نريد أن ندخل هذه الأشياء تنازل عنها المجلس الأعلى للدولة. نعم. طيب أذهب إلى الآن إلى سيد مروان درقاش. سيد مروان يقول لك سيد عبد القادر حويلي بأنه عندما تكسب خصمك تجلس معه ذلك إيجابي، الدعوات التي قدمت لهم هي دعوات رسمية والمفاوضات واضحة، لماذا نتهرب من المفاوضات إذا كان هناك خطة واضحة؟ الدعوة التي قدمت من الحكومة المغربية هي دعوة رسمية صحيح، ولكن نشاهد بأن مجلس النواب لا زال يتجاهل المجلس الأعلى للدولة كليا في كل القرارات التي تصدر منه أو التصريحات التي تصدر منه. وأنا سقت دليل أو دليلين على ذلك، ولا يستطيع السيد عبد القادر الحويلي أن ينكر هذا الأمر.
يعني مجلس النواب لا زال يعتبر الاتفاق السياسي ليس اتفاقا، هو يتكلم عن مسودة اتفاق ولم يتحول الاتفاق أصلا. هذا الأمر جاء في تصريح لعضو مجلس النواب على قناتكم الموقرة، وقال بأن نحن نتكلم عن مسودة اتفاق ولا نتكلم عن اتفاق. إذن مجلس النواب لا يعترف بتوقيع الاتفاق في ديسمبر 2015 ويعتبر أن هذا الاتفاق لم يتم حتى الآن. أيضا هو لا يعترف بمجلس الأعلى للدولة. أنا لا أستطيع أن أفهم أو أدرك كيف يمكن أن يتفاوض طرفان أحدهما لا يعترف بالآخر. يعني المجلس الأعلى للدولة يعترف بمجلس النواب، ولكن مجلس النواب لا يعترف بالمجلس الأعلى للدولة. كيف يكون هذا الأمر؟ حتى في المفاوضات العربية الإسرائيلية والفلسطينية الإسرائيلية كانت الخطوة الأولى في المفاوضات هو اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل واعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية أنها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني. إذا كان الطرف الآخر سيد عبد القادر الحويلي، وهذا الأمر موجه إليك، إذا كان الطرف الآخر لا يعترف بك، فعلى ماذا ستتفاوضون؟ ما هو الأمر الذي ستتفاوضون عنه؟ أنت غير معترف بك أصلا. وهذا الأمر أعتقد بأنه لن يقود إلى نتائج. تتحدث سيد عبد القادر عن تنازلات. إذا كان الاتفاق السياسي هو تنازل من طرف الثورة لمجلس النواب، هو تنازل من مجلس الأعلى للدولة، أو دعنا نقول تنازلات قدمت من أعضاء المؤتمرات الوطني العام السابقين الذين انتقلوا إلى مجلس الأعلى للدولة لمجلس النواب، لازلتم تريدون تقديم تنازلات أكثر؟ هذا أمر يعني غريب جدا. إذا كان يعني خالد المشري هذا برنامجه وهذا مشروعه لرئاسة مجلس الأعلى للدولة، فأنا أحذركم من خالد المشري ومن حزب العدالة والبناء الذي كان سببا في توريط المؤتمر الوطني العام في لجنة فبراير وفي مقترحات فبراير التي هي مسؤولة عن كل الانتكاسات التي حدثت منذ سنة 2014 حتى هذه اللحظة. تقديم مزيدا من التنازلات لن يوصلكم إلى حل، لن يوصل البلاد إلى الاستقرار، لن يوصل البلاد إلى توحيد الحكومات، إنما الطرف الآخر سيطلب مزيدا من التنازلات ولن يرضى إلا بأن تعطى له السلطة كاملة. إذا تحدثنا عن تخفيض أعضاء المجلس الرئاسي هذا في صالح مجلس النواب، إذا تحدثنا عن آلية اختيار مجلس الرئاسي أيضا سيكون في صالح مجلس النواب. إذن تقديم مزيدا من التنازلات سيد عبد القادر لن يوصلنا إلى حل ولن يوصلنا إلى استقرار، إنما هو تراجع وتقدم لمجلس النواب. ويعني أفضل دليل على ذلك أن مجلس النواب الذي فقد ورقة حفتر هو يبحث الآن عن تعيين قائد عام للجيش، بينما أن من المفترض حسب الاتفاق السياسي أن هذا المنصب يترك إلى الاتفاق ما بين مجلس النواب ومجلس المجلس الأعلى للدولة، أو دعنا نقول أن هذا المنصب من صلاحيات المجلس الرئاسي أن يقوم بتعيين مجلس أو قائد عام للجيش. إذن البحث في هذا الأمر والبحث عن خليفة لخليفة حفتر وتنصيب قائد عام جديد يعني أنهم يضربون بالاتفاق السياسي عرض الحائط. طيب. أعتقد بأننا يعني لازلنا نسير في طريق مظلم مسدود. طيب. ولن نصل إلى نتيجة بهذه الطريقة. طيب أنقل هذا الكلام لسيد مصطفى المهرك. سيد مصطفى يقول سيد عبد القادر أن الجلوس مع الخصم ومجرد الحوار معه هو مكسب، وأن التنازلات التي سيقدمها مجلس الدولة كما يقول رئيسهم ورئيس مجلس أعلى الدولة بأنها ليست سوى تنازلات يعني شكلية أو في الإجراءات بغية الوصول للاستقرار للبلاد وأن يدخل المجلس النواب في الاتفاق. والسيد مروان درقاش يقول أن ذلك ما هو إلا زيادة للطين بلة وزيادة للإشكال. برأيك كيف تقرأ هذا الكلام؟ صراحة أخي صفوان، عندما يكون الخصم يعني مختلف معك ولكن يريد مصلحة الدولة، في هذه الحالة نقول أننا نكسب الخصم ونتحاور ونتفاوض معه، ولكن نحن نعلم علما يقينيا بأن البرلمان لا يمثل الإرادة الليبية، لا يمثل المطالب الليبية، لا يمثل الأرض الليبية. البرلمان هو وكيل أو مندوب عن مشاريع خارجية يثبت لنا ليلا نهارا جهارا نهارا، يبارك قتل أبناءنا من الطائرات المصرية، يذهب إلى الإمارات ليقرر الشؤون الليبية،
إذن كيف أقول أن هذا خصم أتفاوض معه لأقربه وهو لا يملك قرار نفسه؟ يجب أن نتعامل مع الأمر بواقعية. لا عقيلة صالح ولا غيره من النواب يستطيع أن يملك قرار نفسه، القرار لدول أخرى لا تريد الاستقرار لبلادنا، ولن يقبلوا ولن يسمحوا لعقيلة صالح ولا للبرلمان باتخاذ أي إجراء في صالح ليبيا. هذا هو الواقع الذي نعيشه منذ سنتين. والأمر من طيب ما الحل معهم سيد مصطفى برأيك؟ ما الحل مع مجلس النواب؟ أخي مروان أريد سوف أتكلم عن هذه النقطة، ولكن تفضل. أريد توضيح نقطة واحدة أخرى يعني مهمة. تفضل. كذلك المجتمع الدولي غير صادق لتعامله مع القضية الليبية. عندما بارك وأشرف على اتفاق سياسي من بنوده إيقاف إطلاق النار من أول بنوده، والمجتمع الدولي يملك كل الصلاحيات التي يوقف بها إطلاق النار والتي يفرض بها هذا الأمر، لم يعمل ذلك المجتمع الدولي، بل أنه اكتفى بالمشاهدة صور الأطفال والنساء وهي تقتل، واكتفى بالتفرج على الأسرى وهم يتم قتلهم في شوارع بنغازي وشتت وهي تحرق. إذن نحن يجب أن نتعامل أن هذه الأطراف تريد قتلنا، تريد إقفاءنا من الحياة وليس من المشهد السياسي فقط. هذه هي الحقيقة التي يجب أن نضع نصب أعيننا. نحن الآن نتكلم عن طرف خارجي، أنا أعتبر البرلمان طرف خارجي صراحة وليس طرف محلي. فعندما تكون هذه الممارسات معلنة بهذا الشكل، ولنا الآن أكثر من 3 أعوام وهم يمارسون هذه الأعمال، ولازلنا نريد يعني الإطالة في هذه المشكلة والحلم، ويعني يعني للأسف الشديد يعني هذه الأحلام الوردية التي يحلمونها أو يسعون لتحقيقها جراء هذا الاتفاق، هذا للأسف يعني مضيع للوقت ومضيع للوطن. هنا سيضيع الوطن. الآن لا أجد حلا إلا أن تتم مواجهة من رفع السلاح من أجل تدمير الوطن. لا حلول سياسية ولا حلول دولية، لأن المجتمع الدولي أقرها، أشرف على اتفاق وتخلى عن الاتفاق. الاتفاق لم نرى منه إلا مجلس رئاسي دخل إلى طرابلس جراء هذا المجلس الرئاسي. أنت الآن يا أخي طفان تحدثني من تركيا، جراء هذا الاتفاق السياسي أحرقت القناة التي كانت تمثل صف فبراير في طرابلس. جراء هذا الاتفاق السياسي أنا الآن أحدثك ولا أطمئن على نفسي أن أصل إلى مسجد الشارع. للأسف الشديد هذا هو الحلم الذي يريدون تطبيقه. لم نجني منه إلا السجون ومزيدا من القتل والدمار ومزيدا من الاستثمار. يجب أن نتعامل مع الأمر بواقعية. الآن نحن لدينا رقعة في ليبيا مستعمرة بالسلاح وبالقوة. فلذلك طيب. السياسة التي يريد يعني ممارستها يجب أن يكون قويا على الأرض حتى يكون سياسي ومفاوض. ولكن أنت الآن يا مجلس الدولة لا تملك شيئا على الأرض، أنت لا تملك أي قوة تدافع بها عن نفسك. طيب. أنت الآن في طرابلس بهاتف من الإمارات تخرج قوى المداخلة وتمحيك من طرابلس يعني وتنهيك نهائيا. طيب لنذهب لتعليق سيد عبد القادر. سيد مصطفى، سيد عبد القادر ما رأيك في كلام سيد مصطفى؟ طبعا هو جزء كبير أنا ما سمعته لأنه صار انقطاع في الصوت، ولكن أقول هذا هو الواقع وهذا هو الموجود. يجب أن نتفاوض ونحاور الحل. أي مشكل في ليبيا أصبحت بدون قوة بدون استعمال السلاح. يجب أن نحل مشاكلنا بالحوار. ربما هذا اللقاء سيفتح آفاق لا نتشائم من هذا اللقاء، ربما سننطلق من هذا اللقاء، ربما الناس تغيرت أفكارهم ونستمع إليهم ويستمعوا إلينا، وممكن أن نستطيع بعدها أن نقيم ونعري ونغير خططنا على حسب المجريات القادمة. ولكن في الوقت الحاضر أرى أن من الصعب استعمال القوة لتغيير أي شيء على الأرض في ليبيا. نعم. طيب أذهب للسيد مروان درقاش. سيد مروان، هل يمكن أن نقول بأن مع غياب حفتر عن المشهد السياسي يمكن أن تكون هناك معطيات أخرى في التعامل مع مجلس النواب إذا أنه أصبح خارج نطاق الضغط لا يتحكم فيه خليفة حفتر ولا يمكن أن يضغط عليهم؟
في البداية أريد أن أعلق على الكلمة الأخيرة التي ذكرها السيد عبد القادر الحويلي عندما قال بهذا هو الموجود، هذا الواقع هو الموجود. هذه الكلمة يقولها من علقت المسؤولية في رقبته ودفع به لكي يواجه، ولكن أنتم السيد عبد القادر أقصيتم من كان معكم وتصدرتم المشهد وقلتم نحن البديل وأنتم ليس لكم بديل. يعني أنت سيد عبد القادر وزملائك من تصدرتم للمشهد، من وضعتم أنفسكم في هذا المحل، ثم تقول لي هذا الموجود؟ يعني أمر غريب جدا جدا. لا نتحدث عن معركة بالسلاح، نحن لا نتحدث عن معركة بالسلاح، نحن نتحدث عن معركة سياسية دبلوماسية لم تجيدوا هذه المعركة. يعني المعركة السياسية الدبلوماسية لا تدار بالتنازلات، يعني التنازلات ليست السلاح الوحيد لإدارة هذه المعركة. للأسف أنتم ليس لديكم إلا التنازل، ليس لديكم أي مجهود آخر لنيل مكاسب في هذه المعركة، معركة التفاوض. الآن أتيحت لكم فرصة اختفاء حفتر من المشهد، ومع ذلك لم تستغلوا الأمر. يعني لازال الدول الإقليمية الإمارات والمصر وفرنسا أيضا ممسكة بتلابيب هذا المشروع وتديره كما تشاء. لم تستطيعوا أن تجدوا أي نقطة نفوذ في المنطقة الشرقية تحاولون منها من خلالها الاستفادة من اختفاء حفتر من المشهد. للأسف يعني مجرد طرح المزيد من التنازلات لن يصل بنا إلى حل. الطرف الآخر لن يرضى إلا بإقصائكم نهائيا، وإقصاء طرابلس وإقصاء المنطقة الغربية وإقصاء ثورة فبراير. هذه ثورة مضادة، يجب أن تفهموا ذلك. أما أن تقول لي أن هذا هو الواقع وهذا ما استطعنا أن نفعله، أنا لم أطلب منك أن تتصدر المشهد. لم طيب سيد مروان، كيف يمكن استغلال غياب حفتر على المشهد في التفاوض السياسي؟ لا تقول لي هذا الموجود. نعم نعم، يمكن استغلال غياب حفتر عن المشهد ليس في التفاوض أيضا فقط، ولكن أيضا بإيجاد حلفاء في المنطقة الشرقية الآن وإيجاد قوة تتحرك في المنطقة الشرقية، دعم أيضا الثوار في المنطقة الشرقية وإعادة يعني الأمل في الحركة في المنطقة الشرقية. أيضا في مجال التفاوض يمكن استغلال حفتر. الآن يجب أن يتكلم مجلس أعلى الدولة، وأنا لا أعترف بالتفاوض الذي يجري الآن وباتفاق سياسي، ولكن على الأقل أنتم عندكم أداء. حفتر كان مشكلة لأنه منصب موجود قبل الاتفاق السياسي، الآن منصب القائد العام مش شاغر أصلا، يعني هذا المنصب الآن يعني فارغ لأن حفتر مات. عليكم استغلال هذه النقطة، شغور هذا المنصب ليس بالمادة الثامنة كما بجرة قلم مخزوم، ولكن بجرة قلم القدر هي التي أخرجت حفتر من هذا المنصب وأصبح هذا المنصب شاغرا الآن. عليكم أن تستغلوا هذا الأمر وألا تتركوا الفرصة للإمارات ومصر أن تعين قائد جديد وتقعد تناقش هل هذا القائد الجديد سيبقى أم سيتم اعتبار المنصب شاغرا ونبحث عن قائد جديد. أعتقد بأن مسألة مناقشة وضع قائد جديد مكان حفتر طيب. هي أصلا ضرب للاتفاق السياسي طيب. الذي يتكلم على أن هذه المناصب هي من حق أو بصلاحيات المجلس الرئاسي وضعها. نعم. طيب ما تعليق سيد عبد القادر حويلي أخيرا؟ حاول كلام سيد مروان درقاش. سيد عبد القادر، سيد عبد القادر هل تسمعني؟ أنا أعد السؤال لما أسمعك. لعلك سمعت كلام سيد مروان درقاش وقال لكم أنكم لا تجدون سوى التنازل. نعم. وأنكم لم تستغلوا غياب حفتر من المشهد. هي المعركة لم تبدأ بعد، المعركة لم تبدأ بعد، لا تستطيع أن تطرح كل أوراقك في الإعلام، عندما نلتقي ستبدأ المعركة لكل حادث حديث. نعم. طيب أشكرك جزيلا سيد عبد القادر حويلي عضو مجلس أعلى لك، كنت معي من طرابلس. أشكر أيضا سيد مروان درقاش المحلل السياسي كان معي من مصر عبر الأقمار الصناعية. أشكر أيضا سيد مصطفى المهرك المحلل السياسي كان معي عبر الهاتف. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.